للفرق الناشئين وباستضافة 6 فرق عالمية. الآن في ثاني المباريات بعد المباراة الأولى التي انتهت قبل هذه المواجهة وجمعت فريق الهلال بسبورتينغ لشبونة البرتغالي واللي انتهت بهدف بدقائق أخيرة لفريق البرتغالي. اليوم في هذه المواجهة بين النصر للناشئين وكذلك أتلتيكو مدريد للناشئين، ضربة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتي محدثكم أحمد خالد النفيسة في هذه المواجهة الثانية في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين في دول. يعتبر بجماهيرية، يعتبر ثالث الفرق جماهيرية في الكرة الأسبانية على فكرة. افتكاك الآن، يحبون الأسبان طبعا في السنوات الأخيرة السيطرة على الكرة، الحفاظ على الكرة بشكل كبير. خصم اليوم قوي وجه فريق النصر وفائدة كبيرة بالتأكيد لأتلتيكو. ملعوب الكرة الآن عرضية، محاولة لكن إبعاد من المدافع النصراوي في اللحظة الماضية بشكل جيد، لكن لا زالت خطيرة، لا زالت مسجل في دوري الناشئين. تلعب كرة الآن في وسط الملعب، رقم 14 يستلم كرات كثيرة في الوسط. الآن في اليمين فرصة لأتلتيكو، يراوغ بشكل جيد اللي هو 7 مونزانو، لكن الكرة خارج أرضية ملعب. في الصورة لاعب مهم في الجهة اليمنى، هذه عرضية الآن، محاولة رأسية ممتازة في التنفيذ من لاعب أتلتيكو مدريد اللي هو ركلة ركنية الآن لأتلتيكو. تلعب الكرة الآن عالية رأسية باتجاه المرمى، خطيرة لكنها إلى خارج أرضية ملعب. في الجهة اليمنى وعمل الانطلاق لفريق النصر، وكرة ثابتة الآن ممكن يسجل النصر لما عول هجمة. هذه كرة الآن تأتي لافة باتجاه المرمى، ممتازة ممتازة، عدت إلى ركلة مرمى. حماس بالتأكيد ورغبة، يعني بالتأكيد بطولة. يحولها في اليمين، يلعبها الآن للفرح عبد العزيز، يمر عبد العزيز الظهير الأيمن، يخترق بشكل جيد. فرصة نصراوية الآن، تسديده باتجاه المرمى لكنها ما كانت بالقوة المنتظرة. شرع بالوسط اللي يستلم كرات كثيرة، كوراس الآن يعمل كرة عالية ولكنها خارج أرضية الملعب. اختيار للأندية طبعا لأنها خبيرة في إدارة المواهب وتم اختيارها للمشاركة في هذه البطولة. الآن فرصة جول فعلا، جول مع 7 سيرخيو مونزانو في الوصول. وشوف الكرة، شوف التمريرة، شوف من وين، هذا قلب الدفاع. الله رائع الكرة، رائعة الكرة، العمل الكبير. أعتقد بوجهة نظر شخصية أن النصر يواجه أقوى فريق في البطولة، يعني حسب ما تشوف بالاسم بالتجربة بالأسماء اللي ينتجها أتلتيكو مدريد. ما في مباريات في هذه البطولة، لكن يوم 21 الاستئناف للمباريات. هذه كرة ملعوبة الآن، تحرك ممتاز من المهاجم ريكوي يحاول يكسب ركلة جزاء، مع أن البنية اللي صالحة للمهاجم الأسباني. شوف سقط هنا، كمل وبذكاء لاعب الوسط، لكن والله فريق أتلتيكو مدريد فريق مميز. والآن ركلة جزاء، فرصة الثاني يسجلها كوراس ولعيبه والله، كرة وثاني الأهداف لصالح فريق أتلتيكو مدريد. إذن سجل 7 مونزانو ثم 14 خافير كوراس. على فكرة في البطولة في 6 غيرات في الاستحواذ على الكرة. هذه كرة عالية تأتي، يعني بالتأكيد ممكن الفرق الأخرى تقدم مستوى. ملعوبة الآن في اليسار، محاولة للأتلتيكو عرضية ممتازة، اللعبة الرأسية تأتي الآن لصاحب الهدف الأول اللي هو مونزانو، لكن رايو تسلل على مونزانو. لعب كرة الآن أتلتيكو يعود للسيطرة على الكرة. أتلتيكو هذه كرة مقطع ممتازة اللي مشى. هذه فرصة المدافع على محاولة يسدد 4 عبد الله الشرمي. قلب الدفاع نادرة حقيقة، نادرة الحدوث مع السيطرة لفريق أتلتيكو، كان مفروض أكثر دقة أكثر هورة، لكن يقاتل عليها ويلعب لوليد صابر. وليد الآن صابر يلعب كرة لمشاري النمر لكنها سهلة للحارس، مقطوعة. تعود ثانية الآن لمتعب المالكي، يدورون مشاري الهداف. هذه واحدة ممتازة، ماجد العيسى الآن، يلا يا شباب. ملعوبة الآن في اليمين للفرح عبد العزيز، هذه فرصة النصراوية، انطلاقة يعرض يلعب والكرة إلى ركلة ركنية اللي بالتأكيد يبحث عن التسجيل.
هو اول من خلق الخطوره. هذا هو من سجل الان، يحاول في كره الان خطيره في الجهه اليسرى، الان فرصه جول، ولكن تصدي من محمد العتيبي. ليلى تلاتيلا في محاوله في ثواني اخيره، كراس الان في الجهه اليسرى ممتازه، هذه فرصه الان للاتلتي، لكن في رايه وتسلل للخطير مونزانو، يمر في كوره افتكاك تعود للاتلتي مره ثانيه، افتكها 19 سالم عياش. لا زالت الان في الجهه اليسرى محاوله لاتلتيكو مدريد، ظهير الايسر اللي هو سيلفيريو في فريق اتلتيكو مدريد، ولكن الصافره تاتي اذا في هذه المباراه في الشوط الاول. مشاهدي الرياضيه السعوديه، اطلق الحكم نصار الرشيدي نهايه الشوط الاول في هذه البطوله، بطوله كاس القاده السعودي للناشئين. في الشوط الاول انتهى بتقدم فريق اتلتيكو مدريد بهدفين مقابل لا شيء للنصر السعودي. ان شاء الله القاكم في شوط المباراه وسط بنفس الاسماء. اذا شوط المباراه الثاني ينطلق الان بين النصر السعودي واتلتيكو مدريد الاسباني للناشئين. البطوله هذه مواليد 2003 المشاركين في هذه البطوله، وممكن في اصغر بعد مع بعض الفرق. تبدا المباراه الان مع هجمه نصراويه مع ظهير الايمن عبد العزيز الفرح، ينطلق بشكل مميز عبد العزيز، فرصه نصراويه مع البدايه، عبد العزيز محاوله وفرصه، ولكن الكره من امام مشاري النمر وجمله من الاسماء هنا 6 مكان 19 او 12 مكان 9. مجموعه التغييرات الان، يخرج الكابتن وخرج ايضا كوراس، وايضا 19 يخرج ريكوي، ثلاث تغييرات، واخيرا لا تخربطنا يا حكم يا رابع، الآن يخرج 7 يدخل مكانه 10. إذا التغييرات للأتلتي 7. إذا مشاهدينا مشاهدي الرياضية السعودية هنا في بطولة كأس القادة السعودي، الآن مارسيو سيلفا يحاول في كرة، ولكن محمد العتيبي يقدم مباراة كبيرة تحديدا أمام هذا اللاعب. محمد العتيبي حارس المرمى تعب مارسيو، الخطورة بشكل كبير على لاعبي النصر، لكن هذا اللاعب أكثر من وصول، وكل تألقات محمد العتيبي أمام هذا اللاعب حارس المرمى النصراوي ثاني، وتحديدا أمام نفس اللاعب 17 مارسيو سيلفا. هذه فرصة لاعب محاولة ينفرد 15، هذا قلب الدفاع الآن كوستيس، ويفشل في هذه الكرة من أمام مدافعي فريق النصر. مقبل للأتليتي تغيير رابع، يخرج 3 سيلفيريو، تلعب كرة مارسيو سيلفا لعشرة الآن، جيسميرا يحاول كرة في اليمين، الظهير الأيمن سيرجيو ديز، سيرجيو الآن يلعب تمريرة فكرتها ممتازة دائما، عرضية رائعة هذا الظهير الأيمن، قلب الدفاع الآن بقدم اليسرى يلعب تمريرة ممتازة في فكرتها، فرصة الجول الآن، فرصة الجول، ومحمد العتيبي يتألق محمد العتيبي مرة أخرى في بعاد أكثر من انفراد، مرة ثانية بيريز الآن لوكاس يحاول، والعتيبي أيضا بقدمه اليسرى هذه المرة. لعب تغيير الرابع للنصر أو الثالث عفوا للنصر، هذه كرة ملعوبة للأتلتي، محاولة الآن، كرة لافة وبعيدة خارج أرضية ملعب، إذا يعني النصر يواجه فريق أصلا يلعبون مع بعض بشكل أكبر، وفريق النصر أيضا ينقص عدد من الأسماء. هذه من النقاط اللي يجب أن نتكلم عليها بشكل كبير في مباراة أقيمت في دوري الناشئين السعودي في ال 14 جولة، هذه تسديد الآن ويسيطر عليها محمد الرابع في المباراة، وخامس رابع وخامس، يخرج 19 يدخل 8، يخرج سالم عياش ويدخل 8 ناصر البيشان، متعب المالكي، وكذلك ماجد العيسى. يبدو مركز بمركز، ظهير ايسر بظهير ايسر،
وماجد العيسى يخرج ايضا اللاعب الطرف يدخل اثنين لي ابعد حوالي 3 إلى 4 اهداف محققه للاتلتيكو. الان محاوله الاتلتي لاضافه ثالث، يتحرك الظهير اللي يقدم مستوى ممتاز، هذه فرصه وهذا جول، هذا جول الثالث ايمن حقيقه. يعني اعتقد في سنوات قادمه راح يعني يظهر هذا اللاعب بشكل مميز، الظهير الايمن سيرجيو ديز اللي عنده يعني تركيز على الكرات العرضيه، شوف وخلق المساحه، هذه صفات تنتظرها وتشاهدها مع لاعبين كبار وليس بالناشئين. شوف تحركاته ممتازة الظهير الأيمن سيرجيو ديز، متي الآن إحدى تحركاته تأتي بهدف ثالث لأتلتيكو مدريد في المباراة. وبالتالي تأتي هذه البطولة والفئات السنية لفرقنا مع الفرق العالمية تأتي، وهذه المرة في ملاعبنا. وبطاقة حمراء على المهاجم، كان عنده كرت أصفر مجاني في الشوط الأول، الآن يأخذ له بطاقة حمراء للمهاجم. الشوط الثاني هدف، هذه اللقطة والتدخل اللي كان على اللي هو الفرح عبد العزيز، الفرح اللي كتبته للنصر عليه ويلعب بالجال مرمى، لكنها سهلة لحارس المرمى رودريغيز. إذا صافرة النهاية، إذا مشاهدينا مشاهدي الرياضية السعودية أعلن عنها حكم المباراة، حكمنا السعودي نصار الرشيدي، معلنة نهاية هذه المباراة بين النصر السعودي وأتلتيكو مدريد الأسباني.